السلام عليكم. كنشكر الصحافه اللي موجوده معنا اللي مع الامهات والاباء ديال مؤسسه السنابيل اللي كيطالبوا بالحق ديالهم، الحق اللي تحرمنا منه. هذه المؤسسه هذه حنايا معاها وعطيناها يعني اكثر اللي ما تستحق، عطيناها الثقه ديالنا، عطيناها وليداتنا، ثقنا فيها بهذا. هذه المؤسسه كترفض رفضا باتا انها تعامل معنا لانها كطلبنا نسدوا الاجور ديالنا 4 و5 و6 مقابل اش؟ مقابل خدمه، نصف خدمه. بالنسبه للدروس حنا ما كانش اساتذه كيعملوا لا مونتاج ولا شرح لا والو، كانوا كيصورونا فيديوهات فهمتيني عن طريق القناه الرابعه والدروس اللي مقدمه منا الدوله، وكانوا كيصيفطوه لنا عبر الواتساب. حنا خدمنا مع وليداتنا، وحنا تعرضت بلادنا كامله، ماشي بلادنا، العالم كامل لهذه الجائحه الا ما كناش نضمنوا مع بعضياتنا في هذه الوقيته هذه. كيفاش الدوله اتحدت وكتعمم وهاد الناس ما خسروش، ما خسروش، حيت حنا جينا الفتره الاخيره راه ربحوا معنا. فين هو التامين؟ التامين اللي كنعطيو حنا 1200 درهم و1000 درهم في الشهر للطفل، فين هو ديك التامين اللي ما يامناش في هذه الجائحه هذه؟ السلام عليكم. حنا اليوم هنا جينا باش كنددوا بهذا الظلم اللي دار لنا هذه المؤسسه هذه 6 سنين ولا 7 سنين، وحنا كنخلصوا على 3 ولا 2 الوليدات ديالنا، عمرنا ما تاخرنا عليهم بشهر. هاد المره هذه العالم كامل كيعاني، ماشي غير حنا، العالم كامل كيعاني مننا. تقريبا 50 ولا 60 واحد ما خدامش، شحال شاد؟ شاد 1000 درهم ولا 2000 درهم. جينا لهاد المؤسسه كنطلبوا معهم التفاوض، ديما الباب عندهم محلول، ديما الناس واقفين في الباب. لهاد المره صافي 3 المرات ولا 4 كنجيو لعندهم كنقول لهم يا عباد الله، حنا ماشي كنتهربوا من الخلاص، حنا باغين نخلصوا، باغين ولادنا يبقوا في الامان. هما هاد الناس ما قابلين منا حتى شي حاجه، هاد الناس كيقول لك حنا مقاوله، خصك تخلصنا. باش نخلصك اخي؟ باش نخلصك؟ ما عنديش. تعاون معايا باش نخلصك، تعاون معايا باش نخلصك. شنو قاطيتيني؟ قريتي لي ولدي في الواتساب؟ ولدي المؤسسه والمعلمه كتعطيه الاغلاط، المعلمه كتقري ولدي في الشاشه الاغلاط، وحنا ساكتين وكنقولوا داكشي لا، مؤسسه ضحينا مع ديالنا. هادشي راه الظلم. حنا اليوم باش ندوا بهذا الظلم وهذا الموقف اللي دايرنا هذه المؤسسه هذه، وشكرا.